في شمال القطاع هناك حشودات عسكرية إسرائيلية كبيرة، آليات عسكرية ثقيلة، مجنزرات وتحركات، يعني تحضيرات تجهيزية على ما يبدو لربما في مرحلة لاحقة للتغول التوغل البري في القطاع. يعني كما تلاحظين يارا هنالك حشودات عسكرية كبيرة، يعني خلال الأيام الأخيرة تجولنا في عدد من المناطق في شمال القطاع وشمال شرق القطاع بالتحديد، لأن المناطق الجنوبية أكثر من القطاع هي مناطق تقريبا مغلقة بالكامل، وحتى الآن هناك حواجز عسكرية منتشرة تمنع تقدم الصحفيين إلا بصحبة الجيش الإسرائيلي والناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. بالتالي نحن نتجول يعني خلال الأيام الأخيرة في عدد من المناطق في شمال القطاع وشمال شرق القطاع، ونلاحظ بأن الحشودات العسكرية تتعزز أكثر وأكثر. يعني